لنرى الطاقة العامة لهذه القراءة. أراك يا برج السرطان أنت في حالة استقرار، احتمال أنك متزوج، احتمال أنك تعيش في حياة رفاهية وفي حياة في حياة استقرار مادي وعملي، وأنت سعيد جدا في حياتك. ترى أن الحبيب متباعد عنك ولا يكلمك، وهو مبتعد، أخذ قرار في الابتعاد ولا يريد الرجوع. وما هو الحبيب؟ هو متباعد قليلا، ينظر إلى خيارات أخرى، أو هو إنسان عملي عنده أعمال كثيرة وعروض كثيرة في حياته، ولا يوجد عنده الوقت الكافي لكي يكون معك. أنا أرى احتمال أن يكون هذا الحبيب في علاقة زواج أو علاقة مع شخص آخر. أنا أرى أن هذا الحبيب حتما في علاقة زواج، ويحاول أن ينظر إلى بدايات جديدة. هل نرى طاقتك برج السرطان لهذا الأسبوع؟ أنت أخذت القرار، أنت هنا مستقر، أنت هنا مستقر، وأنت أخذت القرار في النظر إلى المستقبل. أنت متمسك بهذا الشخص جدا، ما زلت متمسك به، ولكنك أخذت القرار بالنظر إلى المستقبل والانتباه إلى أعمالك وحياتك، ولكنك ما زلت تفكر به وما زلت متمسك به. أنا أرى الحبيب قد تباعد بالفعل عنك. هنا يظهر لنا ذلك بأنه قطع معك الكلام، وهنا تظهر هذه الطاقة نفسها بأنه متباعد عنك، قد ذهب ورحل عنك، أو غير طريقه، غير اتجاهه، كان معك في علاقة ويريد أن يذهب إلى علاقة أخرى، أو يذهب إلى عمل آخر في بلد آخر. يمكن أنه مضطر إلى الرحيل، أو أنه قد فعل هذا عن عمد. كما أرى، يمكن أن تكون هذا الحبيب قد رحل إلى علاقة أخرى، وأنت ما زلت تفكر به. أنت أخذت القرار أيضا بالابتعاد، ولكني أرى ما زلت تفكر به، وأنت تنظر إلى النتائج، ما حصل، وتترقب وتراقب هذا الشخص من بعيد دون أن يعلم. أنت أعطيت ظهرك للعلاقة كما هو أعطى ظهره أيضا، الاثنان معطين ظهركم للعلاقة، ولكن أنت ما زلت تفكر به أكثر، ومشتاق له كثيرا. مشاعرك باتجاه الحبيب مشاعر غضب وزعل. أنت تحس بأنك إذا واجهت هذا الشخص ستجرحه بالكلام، وستقول له كلام قاس على أشياء قد صدرت منه، ولا وأنت بطبعك إنسان شجاع، تقول ماذا تحس به، ولكنك قررت أن تكون قوي وتعمل لتحقيق أهدافك. لكن أرى الحبيب هنا بأنه مشاعره مشاعر انتظار ومراقبة أيضا، أنت تراقبه دون أن يعلم، وهو أيضا يراقبك. هو مستعد لكي ترجع إليه، تعود إليه، وتقدم له عرض جديد، وتقول له أريدك أن ترجع إلي، وهو مستعد لهذا، هو منتظر، وهو في أهبة الاستعداد أن ترجع إليه. ولكني أرى هنا أنك إنسان أخذت قرارك أيضا بالابتعاد، أنت تحبه فعلا، لكنك أخذت قرارك بالابتعاد، وأنت تعيش حياة مستقرة الآن. مشاعر الحبيب لك هي مشاعر جدا إيجابية، هو يحبك كثيرا، ويتمنى أن يعود إليك، ويفتح قلبه أيضا بالحب مرة أخرى. هو إنسان صغير في السن، يظهر أنه من الأرجح أن يكون
من الأرجح أن أكون أصغر منك قليلا في السن، أو يظهر أنه أصغر منك قليلا بالسن احتمال. هو فاتح قلبه للحب دائما، ولكنه يحب أيضا أن يسعى إلى ينظر، هو يحب الحرية، يحب أن يكون دائما لوحده، بحريته، يقول ماذا يريد، يفعل ماذا يريد، بدون قيود، بدون هو سيقدم يريد أن يقدم لك هذا العرض، ولكنه يخاف من القيود، هو يحب الحرية. وهذه هي خطوته القادمة، بأنه سيسعى لأن يكون يقدم لك هذه العلاقة، ولكنها علاقة ليست جدية، هي علاقة مجرد حب وتمضية وقت وتسلية، ولكنه يريد أن يبقى في نفس الوقت وحيدا، يعيش حياته، ينظر إلى الخيارات الأخرى في حياته، يكون في علاقات أخرى، ويعيش ويكون معك أيضا. نتيجة القراءة، الحبيب سيقدم لك كأس الحب، هذه تؤكد لنا، هذه الورقة وهذه الورقة ستؤكد لنا بأنه سيقدم لك عرضا، هو يحبك كثيرا ولا يقدر أن يستغني عنك، هو يشعر مشاعر قوية جدا باتجاهك، وهو في بعده عنك أيضا حزين ومتألم، لا يستطيع، هو في حالة انتظار كما قلنا، هو جدا جدا يحبك، ويظهر أنك أنت الذي أخذت القرار بالابتعاد، لأنك على ما أظن علمت بخيانته، بأنه خانك وظهر إلى وخرج إلى علاقات أخرى، وأنت كشفته بهذا الخصوص، فمن أجل ذلك هو أنت أخذت القرار بالابتعاد أيضا، وهو تباعد عنك خجلا منك. أنت تريد أن تقول له كلاما جارح بهذا، لأنك منزعج منه وغاضب جدا من هذا التصرف، ولكنه هو يريد أن يقدم لك الاعتذار وكأس الحب، ويعيد العلاقة بما هي كما كانت، ولكنه مع الاحتفاظ بحريته وبأموره الخاصة. هذا الشخص يحب الحرية كثيرا ويعشقها ولا يريد القيود، فإن كنت تحب هذا الشخص لا تقيده، أعطيه الحرية، أعطيه الثقة. النصيحة لهذه القراءة هي أن تخرج من كسرة القلب هذه، ومن الجرح الذي سببه لك هذا الشخص، وتحاول أن تنسى، وتفتح قلبك للحب، فهو يقدم لك عرضا عاطفيا قوي، حاول معه وأعطه مساحة من الحرية، فإن أعطيته الحرية، أنا أرى أن هذه القراءة جدا موفقة لبرج السرطان، فهي علاقة جدا إيجابية. شكرا لكم برج السرطان على الاستماع، وأراكم بفيديو قادم إن شاء الله.